شو قلتي اسم الابلكيشن؟ قارئة الفنجان. في لغة غريبة في أكواد البرنامج. اللي عمل الابلكيشن ده مش بني آدم. حلم مخيف. الموضوع كان جريمة. جريمة كلهم فكروا فيها. مريم تطاردها كوابيس ترى فيها والدها الراحل. تزعلش مني. بس أنا مش عايز أبقى. مين اللي بيعمل فينا كده؟ اسم الابلكيشن. طلبت منك شيء الابلكيشن أنا ماني عارفته. اسم الابلكيشن. طيب أنا لو طلعت حامل راح تخاف؟ في حدا عم يسمع الصوت اللي أنا عم بسمعه؟ واضح إن كل حاجة مترتبة بالأيام. كان بيراقبنا لحظة بلحظة. والخطأ لازم الواحد يكفر عنه. ايه علاقة ده باللي بيحصل لنا والابلكيشن؟ بنت قصة حلوة ومؤثرة جدا، بس اديني احكيها لعلي الصغيرة قبل ما ينام عمر.